أشبه حديث أبو طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دان رواية خلنا هذا وزعت اعتدلر من رسول الله صلى الله عليه وسلم دان اشتم اعتدلر كي كم بر نرسة استدى قسم اجسا سنرا وندن دا الله تعالى تقوالي راق بر نرسة نكورسة أنا شو تقوالي سنقلسن دقلر نما دين ما حجب وجود بر إنسان قسم اجسا قويد اكام بنا قبلش ممن داد و سيلة رحمنا وزش بو گناه كو آخر گناه كبيره كو من شون دي پيتا نما قلعه داده سا قبلشش تقوالي يقن ما كاسو بلن قبلش هذا و قسمني كفارتن بيرد بو كتا قايده بو إنسان مباح نرسك قسم اجسا سال جن ارتك پيشن بكنو روزتو دامن دب قسم اجسا يوكي نظر قلسا بو يخشي اشو بو نقلوره اما اني كيكين گناه كقسم اجسا ديگان بوسا گناهن ترك اتاده و قسمنا بزگن لگوشن كفارتن بيراده